عليكم. خويا انا واحد السيده كنت مزوجه وكان راجلي كيخدم في البني وكان كنا يعني كارهين وعايزين بخير سنين وحنا في مراكش يعني ما كان خاصنا حتى شي خير. صافي ملي جات الكورونا صافي دارت وقفت كل شيء، هو ما تلاش خدم، الناس ما تلاش كتبني، السلعه غلات، الحديد غلا، الناس ما تلاش قدرات على البني، هو تيدلق اللب ما تلاتاش كيلقى، كيلقى داك البريكولات كيخدم فيهم كاع سيمانه صافي كيجلس، الشركات اللي كانوا مطلوقين ما بقاوش ما كاينينش. صافي بقينا هكا كل نهار وكيفاش عايشين، كل نهار وكيفاش كيجي يجيب الرزق، وصافي بقينا هكا حتى 2022. من شهر 6 ديال 2022 صافي ما بقاش نلقى الخدمه، ولينا هي كنديباني ولا ما ناكلو ولا ما نشربو، والبنات صغار وحده كتشرب الحليب وليكوش ما كتاكل غير اللي ما جبتيش لها الحليب ما تاكلش، ولا ما جبتي لها ليكوش راه ما كاينش. هو مرض في ايامات العيد الكبير صافي تحبست لي الخدمه نهائيا، مرض جا واحد المرض في ظهرو وكانوا خطفوه شي ناس داوه، قالوا شي ناس داوه شي 4 ايام وما مخبرين، وقلبنا عند البوليس وقلبنا تعينا ملي صيفطوه مريض صافي ما كيقدرش ينوض. جات تلف باش كرينا عند واحد السيد 1500 درهم الشهر، عطينا سكنا عنده شهر ونص عطينا 70000. المهم واحد النهار علمت قلت ليها ودي راه ما ارتحيتش في الدار، بغيت نخرج منها فخرجت نكمل الشهر ديالي، راه بغيت نخرج. صافي ملي سالا الشهر قلبت على الكرا تعيد مع العطله ما كاين كرا ما كاين حتى حد، الدنيا عامره كاينه 40 50 انا ما قدرتش على 40 و 50 انا 30 وجاتني قصحه كنقعد انا بالجوع باش نخلص على 30000. نهار واحد جا عندي قال لي صافي تخرجي، قلت لي ما لقيتش فين تخرجي، ما شغليش انايا لا بالمخزن عادي تخرجي لا بخاطرك عادي تخرجي. قال لي عادي نخليك تجمعي حوايجك نرجع نعطيك ساعه نرجع نلقاك جمعتي حوايجك باش تهزيهم. قلت واش فين بغيت نحطهم باش نمشي انا نخرج نقعد في الزنقه انا وهاد البنات محشومات عليك، قلت ما فيكش الانسانيه. قال لي ما فياش انا كاري داري وخصني هذا الحي هذا في ساكن حي زيكي دوكا فين تتباتي؟ ضيعه في الزنقه ماشي ما عرفت انا فين ماشي. اليوم 14 يوم ما عرفت ولا ميت ولا حي، زادوا قلنا لي البنات وعرفهم ما عندهم لا ما ياكلوا ولا ما قلنا لهم حتى شي حاجه. الرسالة ديالي كنطلب من الله وصاحب الجلالة وبعثني يتعاونوا معايا في نسكن انا وهاد البنيات، وشي حد اللي بغا يتعاون معايا يدير لي تيكاروج نخدم فيها انا وبنياتي حتى معايا قبلهم ليا ندخلوا معايا الخدمة. بعد الا كان شي مشروع قدام فيه بوحدي راه عادي نحطهم حدايا ونخدم، اما عند الناس يقول لك لا شوفي فين تحطي بناتك وجي تخدمي ملي بيهم لا ما تجيبيهمش ليا وما كاين لما نخليهم. 78 75 21 15 هذا هو الرقم ديالي التليفون. صافي عايزه دابا تشرد انا وبناتي ما كاين فين نديهم ما كاين تقريبا من نهار واحد في الشهر من نهار واحد في الشهر في شهر تسير من بدايه الشهر في الشارع من واحد في الشهر وانا في الزرقه كندور ما كناكلو ما كنشربو بناتي ميتين غير بالجوع ما كنلقى باش ندير لا الحليب لا الكوز. قال لي خليك تباكي عندو ليلا كاين لي ما يخليكش يقولك انا غادي هنا انا غادي هنا غدي عيط لك البيبان تسدو في وجهك البيبان كاملين مسدودين في وجهي غدي عيط لك تا نجي عندك انا وبناتي. قالت لي انا خويا جاري عليا من الدار انا عايشة انا عند الناس ما عندنا قالت لي ما عندي فين نحطك سيري قالت لي هديهم الخيرية ولا شوف اش ديري ليهم داك النهار قالت لي فكري في هادشي انا كنت كتعرفتو بيه يمشي ويخليهم ليا من النهار الاول راه ما عنديش نجمع انا وياه ولكن بنادم ما تيكون ما عرف مخبي اش مخبي لي ما كتكونش عارف راه هادشي بيوقع ليك كون كنتي كتعرف اش راه بيوقع ليك راه ما عنديش تزيد لقدام راه تبقى راه جلور دابا هادشي هو اللي عطا الله انا كنطلع غير في الزرادي ندور ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا
وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.